لا فهو وفي كمان كده. يعني مثلا، يعني انت ما شاء الله مثلا مذيعه، يعني مثلا بتقبضي على قلبك قد كده اهو، قد كده اهو فلوس بقى ايه بس كده اهو كده اهو. ضيان. اي حاجه هتقولها ارد عليك باغنيه. وجوزك جميل. بعيد يعني، مش بقول لينا يعني، جوزك انا عارفه يعني محترم وجميل وكل حاجه، ربنا بس ممكن يخليك. يكون مثلا، وده مش حقيقه، بس ممكن يكون مثلا بيقبض اقل منك، مثلا فانت بقى ايه كسر عينه. بقول لا لك ما ايه، فيش الكلام ده، لا ما هو بيبقى في في كده، ستات ما كده هو ده اللي بيحصل طبعا. لما بتبتدي تعلى بس القرش ايه، يجري في ايديها كده. تقب بس كده، طالما الاي تي ام عنده يحط المكنه الليمت بتاع اليوم اتنين ولا بتاع، وهي تحط ما فيش ليمت ومعاه البلاتينم، فامان. لا مفيش لا بس مشكله، لا دي اقليه، اعتقد ان ده مش العادي وده مش الصح. ان على حسب انت من اي منطقه. ياه. انت ليه، وانا بقول على حسب انت من اي منطقه، مش اي حاجه تانية، انت اللي خدتيها على ان شفت انت. بقى، هو دايما لا بس هو بيعلي على فعلا القصه. في يعني غير المعادي، خلي المعادي بس على جنب، عشان بجد المعادي هيكرهوا احنا لو دخلنا المعادي انا وانت مش هيحلونا. لا انا بخش احنا المعادي هنتقبل عادي. على باب المعادي. لا ففعلا في ستات او بعض الستات فعلا زي ما انت قلت عندها حته اللي هي ايه، لا انا بصرف معاك، عايزين يبقوا شويه حته ايه، انا بصرف معاك فانت لا لازم اخد قرار، لازم العصمه. في بقى ستات بقى في ناحيه تانية حماده تانية خالص تقول لك لا يا اخويا العصمه في ايدي، اديني كده الفلوس وانا اظبط الدنيا وانا اللي هندل البيت لا وانا اللي اعمل وانا العصمه في ايدي دي قصه تانية خالص، في مش ستات قصه كده. فلوس. لا عصمة ايه يا جدعان، احنا في العصمه في ايدي 2022. دي قصه ان هي مثلا مش مامنه له او ما اعرف يعني خايفه يسيبها او حاجه، اعتقد كده. لكن لا عشان هي فلوس. بتبقى قويه كده، بتبقى ست قادره كده ما شاء الله. بقول لك ايه، تعالى هنا العصمة في ايدي بقول لك وشي ايه. كده. بس دي ما بتبقاش من مناطق معينة برضو، فاهمة لا في كل حتة دلوقتي. يعني ايوه تبقي طبعا راجعة من طبعا. الشغل تقولي محمود أنا راجعة وتعبانة، قومي اعملي محمود كوباية انت شاي. جيت يا حبيبي قومي اعملي كوباية محمود. شاي. وفي العكس، لا لا عارفة اعملي. لا بص هو بتتقال بقى مش اعملي كوباية شاي، محمود بليز انا راجعة من الشغل تعبانة، معلش انا جعانة، ايوه ممكن تعملي بليز ده حقيقي، ده ساندوتش بيحصل وبيبقى باحترام كيوت وكل يعني. حاجة مش وبيعمله بقول لك ايه، والله. بقول لك ما تقوم كده توريني جمال خطوتك وتعملي هو ايه كوباية ده، شاي. ثانية واحدة بس، هو انت، هو انت انت ايه، ما بتعملش حاجة في بيتك يا انت بابا؟ راجعة منين انت عشان يا محموني حبيبي؟ معلش ممكن لو سمحت تعملي ساندوتش؟ ساندوتش ايه يا حاجة بس، بس انت ان احنا ايه يعني، الدنيا احنا بنتعب وبنصور وقت طويل ما انت عارف. انت بتتعبي وتتصوري وقت طويل وهو قاعد مفحوط في الشغل. ما هو هي هي ما احنا بنشيل بعض يا حبيبي، ماشي، بنشيل نشيل بعض. احنا هو بنشيل مرة بعض، يرجع بس ما تعبان تجيش هي هعمل له تتنطط عليه رؤى يعني. عادي. هي انا اشتغلي. حاسه ان السكيرت مغيراكي. لا رؤى ولا اصل احنا مش زي بعض، ايوه والست ست قومي غيري الاوتفيت ده. امي غير، البسي بدله البيت الغطس، العبايه. البسي خش قومي علينا غيري لي ببدله الغطس بالبتاع. اراكي النهارده مقصره عليا الاوتفيت النهارده برضه، حاسه ان انا مش انا مش عارفه ليه، طب بس يا ربنا ما يستر. تقوم تطمن على فلوسك. ايوه. قال لك لا طب بدله. نروح نشوف التقرير ده ايه ده، انت ونرجع دايما تاني. كده تقطع علينا. ايه ده، ايه نروح نشوف التقرير ده؟ افرضي انا مش عايز اشوف التقرير لا دلوقتي. هنشوف التقرير دلوقتي. لينا عايز اشوف التقرير، ثانية واحدة بس، عايز اشوف التقرير. يا ست المخرج قال كده. لا بس ثانية واحدة، تقرير طبعا المخرج على راسي، تتحضروا. عايز اشوف التقرير. لا طبعا خلاص. لا اقول لك انا على حاجة، استني بس، استني بجد والله انا هريحك. القعدة الساعة 2. يلا استاذ ودينا تقرير ورجعنا تاني. هو تاكسي. زي ما راجل اندبندنت ست المفروض تبقى اندبندنت. انا بأيد الموضوع ده جدا. انا شايفه مفيش حاجه اسمها كده، دي حاجه كويسه المفروض يعني نكون كلنا كده. هي حاجه جميله وانت بتحققي ذاتك وكل حاجه، بس هي حاجه متعبه جدا. تبقى واثقه من جواها ان هي اصلا سترونج، بعد كده ده بينعكس بقى للي قدامها. سايبين يعني تقريبا عواطفهم على جنب ومركزين اكتر في شغلهم. ان هي شايله كل حاجه وهي اللي شايله المسؤوليه، هي الراجل والست في نفس الوقت، ودي حاجه كويسه. ست تعتمد على نفسها، مش محتاجه حد تاني. تبقى مستقله بذاتها، ما تعتمدش على حد. اللي بيقولوا ان السترونج اندبندنت وومن دي واحده معقده، هم معقدين. تتعرف انها حاجه وحشه وبقت ترند، وانا بصراحه اكتر حاجه مش عجباني فيها موضوع انها ترند. لا هم فهموها غلط. هقول لهم خليك في حالك، يعني خليك انت اندبندنت شويه. طيب مش معقدين خالص. هل انا معقده؟ هو بصراحه في جزء معقد كتير، بس لا مش كلهم يعني، صوابعك مش زي بعضها. لا دول مالناش دعوه بيهم بقى، ربنا معاهم. احنا بني ادمين كلنا عندنا مشاعر، من حقنا نعيط ونطلع اللي جوانا عادي. احيانا بصراحه ساعات بقعد في الحمام عادي زي الاطفال، مش مشكله. ده بالعكس، ده تعيط قوي بقى براحتها. لا بتعيط طبعا. يا لا ينفع تعيط مع الرجاله، بتعيط. هفتح يوتيوب واعمل وسيرش ازاي افتح برطمان عادي يعني.
او اجيب فتاح؟ اعتمد على نفسي عشان بعرف افتح البرطمان. هو بحاول افتحه انا يعني، بس لو حد يفتحه لي ايه المشكله؟ هيقول لي لا يعني. لا هحاول وهفتحه اكيد، هيفتح لي البرطمان، يفتح لي كل حاجه لو انا مش عارفه افتحها طبعا. هحاول ولو فشلت خالص اجيب حد عادي. مدربه كاراتيه فانا بعرف افتح كويس. حاول ما انفعش ادي لبابا عادي، مش حوار يعني. ممكن ابقى متدلعه وفي نفس الوقت انزل شغل عادي، وان انا ابقى سترونج فعلا اندبندنت، ميكس بين الاثنين. تهيالي مش هختار ان انا ابقى متدلعه يعني، مش حاساها احلى حاجه. اعتمد على نفسي طبعا عشان هتعلم حاجات كتير، لكن انا متدلعه مش هتعلم حاجه خالص. تتحرق السترونج على ايه ده، اتدلع طبعا.